اتكلمنا الفترات اللي فاتت على النتورك موديل ستاندرد نتورك موديل، وقلنا ان النتورك فانكشنز جنرال بنقسمها ل 7 فانكشنز، بنقسمها ل 7 لايرز. بنبتدي تحت من الميديا الفيزيكال لاير، واللاير اللي عاديها المسؤول عن الميديا اكسس والداتا والكوميونيكيشن ايرور تشيكينج، والاثنين لايرز اللي بعديهم مسؤولين على الراوتينج والترانسميشن، والاثنين لاير اللي بعديهم قلنا ان هم مش مهمين قوي بالنسبه لنا اللي هو البرزنتيشن لاير. حد فاكر اللاير اللي بعديها؟ السيشن لاير، السيشن الاول وبعدين البرزنتيشن وبعدين الايه الابلكيشن لاير. وقلنا ان احنا اتناقشنا في الكلام ده الاول على اساس ان احنا بعد كده لما بنيجي نمسك بروتوكول مش هنرجع للديتيلز الخاصه بكل لاير على حده، جست هنشوف الامبلمنتيشن بتاعه البروتوكول ده بتستخدم انهي فيتشر كل لاير من اللايرز اللي محتاجها البروتوكول. يعني كحاجه عامه لما تيجي تفكر في البروتوكول دايما شوف هو معمول ليه. قليل من البروتوكولز اللي معمول ان هو جنرال بيربز، فهو دايما بتلاقي لكل لاير لكل بروتوكول اسف في ديزاين اوبجكتيف كان محطوط، والديزاين اوبجكتيف ده خد البصمه بتاعته او ساب البصمه بتاعته في حاجات مختلفة في البروتوكول. يعني نقدر نقول ان يمكن ابسط بروتوكول، ويمكن الكلام ده قلناه قبل كده، فيري جينيريك البروتوكول اللي هنبتدي بيه اللي هو المود بس بروتوكول. المود بس هو من اوائل البروتوكولز اللي ظهرت ولسه موجودة، يعني موجود من اواخر السبعينات، واللي كانت عاملاه موديكون ويحمل اسمها هو موديكون بس او مود بس. ظهر سنه ايه حاجه 70 79 تقريبا 79، وكان الاوبجكتيف بتاعه ان هو يكوميونيكيت مع دي ال سي. يبقى يعني كاين فوق كده واضح ان البروتوكول ده ديزايند الاوبجكتيف معين ان هو يكوميونيكيت مع دي ال سي. تحديدا انت دلوقتي لما تيجي تخش بلابتوب على بي ال سي، المفروض ان اللابتوب يتعرض عليه تشوف ايه على اللابتوب. لو انت بتعمل مش بروجرامينج مثلا، بتعمل مونيتورنج بس، ايه اللي يهمك من البي ال سي؟ يهمك حاله الانبوتس، حاله الاوتبوتس، حاله الميموري ووردز، مش كده؟ فهو البروتوكول ده معمول لهذا السبب، كويس، معمول ديزاين بحيث ان هو اكونكت على بي ال سي واعرض الايه الحاله بتاعه الانبوتس والاوتبوتس والانبوت ووردز مثلا لو في حاجه انالوج والميموري ووردز، بحيث ان انا اقدر اعمل ترابل شوتينج. تفتكر انت بتتكلم على اواخر السبعينات، يعني فكره اللابتوب دي فكره ايه مش موجوده، كويس. فهو يعني انت بتتكلم على كمبيوترات والانيميشنز فيها قليله، يعني مش هيطلع لك انيميتد لادر، كويس، مش معمول لكده. هو معمول يعني كان مثلا ممكن تقول ان الانيميشن كان في وقتها معظمه جداول، ولسه لغايه دلوقتي معظم البروجرامينج سوفت ويرز بيقدر تقدر تعمل فيه ما يسمى انيميشن تيبل. فالانيميشن تيبل ينفع ان هو ايه تحط جدول في مجموعه ادريسز تعمل لها مونيتور. فهو يعني كان ديزاين للاوبجكتيف ده، ان البروجرامرز بتوع البي ال سي يقدروا من خلاله ان هو يتعرف على حاله البي ال سي. طيب حاليا هو فري، ما بقاش بتاع حد، مودي كنت خلت عن الملكيه بتاعته او شنايدر يعني، وحاليا modbus.org هي اللي بتنظم البروتوكول وبتشوف اذا كان في فيرجنز جديده او تعديلات هتتعمل في البروتوكول، هي اللي بتتولاه. والاوبجكتيف اتكلمنا عليه انتشار، هو يعني ساب ال
الذكاء الفكرية بحيث ان هو يبقى اي حد يقدر يعمله. وبالتالي يعني لو بتكلم مثلا على أجهزة الكنترول اللي جاية من الصين مثلا، فبتلاقي 70% اتليست منها بيتكلم مود بس. ليه؟ هو بروتوكول جاهز ومنتشر وكل الناس عارفاه وببلاش. اوكي، بعكس مثلا حاجة زي لون وركس بتستخدم في البيلدينج مانجمنت سيستم، وعلشان تعمل لون وركس لازم تشتري اي سي هاية من شركة المصنعة اللي هي اشنن. فهنا ده بيورلي بروبريتري بروتوكول، وعشان تحط اللون مارك لازم تلتزم بالاشتراطات بتاعتهم ان انت لازم تحط الاي سي هاية بتاعتهم. طيب نقول ان هو من الحاجات البسيطة قوي ان هي ممكن تتعمل على طول، وهتلاقي كتير من الويب سايتس فيها سي كود بسيط يقدر يحل الموضوع ده، يعمل مودبس بروتوكول. تقدر تعمله على اردوينو، تقدر تعمله على يعني اي مايكرو كنترولر على كمبيوتر بفيجوال بيزك، بسي الامبليمنتيشن بتاعه نسبيا بسيط. ايوه، زي ما قلنا هو ديزايند ان هو ينقل مجموعة بيتس او ووردز اللي هي الـ input bits او الـ output bits بتاعت الـ PLC او الـ words، سواء memory words او input او output words. والعدد deployment بتاعه زي ما احنا شايفين بالmillions. طبعا الرقم هنا بيبقى subject للdate، فيعني اكيد الرقم ده مثلا ضرب في 2 دلوقتي. زي ما قلنا اللي ماسكه دلوقتي هو مود بس دوت اورج. تقدر تخش على الويب سايت وتقدر تنزل من تكنيكال ريسورسز الكومبليت مانيوال بتاع المود بس. طيب مود بس سيريال لاين بيستعمل RS-232, RS-422, RS-485. Asynchronous Serial Data Transmission. واتفقنا Asynchronous يعني ما بيبعتش بلوك، وSerial يعني Avoid Parallel، وبنسميه Modbus Over Serial Line. طيب هو كده الفيزيكال لاير فيه كم اختيار؟ في 3 مش كده؟ 232, 422, 485. طيب وده مسميينه مود بس سيريال لاين. طب لو سميته مود بس وبس، هو 485 موجود. يعني هو لو سميته مود بس وشلت كلمه سيريال لاين، المود بس كمود بس بروتوكول مش محدد لاير 1، فيزيكال لاير سايبها طبقا لاحتياج التطبيق. وبالتالي بتلاقي المود باس انا اشتغلت عليه اوفر في اتش اف اللي هو وايرلس بيور بايه حاجات. اتفقنا قبل كده ان الفي اتش اف المفروض الناس بتأجر تردد في محافظة معينة، لان ميزته انه بينتشر بيغطي اريا يعني، وبالتالي كانوا بيلموا بيه الستيتس بتاعت محطات توزيع كان في مصر الوسطى. فبالتالي الفيزيكال لاير ممكن تكون سيريال، ممكن تكون وايرلس. في كان فيزيكال لاير برضو ظهرت في فتره من الفترات اللي هي ال 20 ملي امب. ال 20 ملي امب احنا عارفين ان ال 4 ل 20 ملي امبير ده الاشارات بتاعت ايه الانالوج ترانسميترز. لا، هو كان في بروتوكول للسيريال فيزيكال لاير كان بيبقى 0 20، يعني الملي امبير بزيرو معناها بيت بزيرو، وال20 معناها لوجيك 1. فهنا اللوجيك بيتعبر عنه بملي امبير مش بفولت زي ما احنا متعودين. طب ايه الادفانتج بتاعته وايه الديس ادفانتج؟ الادفانتج بتاعته انه مفيش فولتج دروب كويس. الملي امبير انت حققته عند البي سي كان بيبقى معظم الاستعمالات بتاعته
البروجرامينج ديفايسز. حقنته من عند البي سي هيوصل للدي ال سي هو ال 20، مفيش حاجه اسمها فولتج دروب. العيوب بتاعته ان هو مش موجود في البي سي، فكان لازم كارت سبيشال او ادابتر، لان اللي موجود في البي سي يو اس بي ار اس 32 ده اللي موجود عندك في الايه في اللابتوب بتاعك او في الكمبيوتر. قبل كده ما كانش في كمبيوترات بيلت ان مليون. برضه المود باس كان بيشتغل عليه، يبقى المود باس مش فارقه معاك فيزيكال لاير، عايز تعملها فايبر، عايز تعملها وايرد، عايز تعملها وايرلس، عايز تعملها زي ما انت عايز، يبقى هو مش محدد الايه الفيزيكال لاير. شنايدر بتتكلم على الحاجه اللي هي بتشتغل بيها، يعني شنايدر ما بتشتغلش في الحته دي وايرلس، فبتشتغل اللي هي المود باس سيريال لاين. فالسيريال لاين عندها بتسمح بالار اس 262 والار اس 422 والار اس 485 ومسميها مود باس اس ال اللي هو سيريال لاين لهذا السبب. لو قالت مود باس بس المود باس الدنيا مفتوحه خالص، فمود باس سيريال لاين بيشتغل على الستاندرد سيريال اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. طب امال ايه اللي متحدد؟ اللي متحدد لاير 2 ولاير 7. لاير 2 اللي بتحدد الميديا اكسس، فالمود باس ماستر سليف، ولاير 7 بتحدد تبادل المعلومات فهو كلاينت سيرفر. يبقى ماستر سليف استبعدنا الاحتمالين التانيين اللي هم التوكن رينج والايه والراندوم اكسس، اما الكلاينت سيرفر فاستبعدنا الببلشر سبسكرايب. طيب بنقول ان هو البروتوكول مانيوال اللي انت هتقدر تنزله من على الويب سايت بيفيد كله في لاير 7. كل المانيوال ليه؟ لان اللايرز اللي قبليها هي جست بسيطه، هو زي ما قلنا لاير 1 سايبها، لاير 2 كلمه واحده ماستر سليف خلاص خلصت فول ستوب، ولاير 7 هي دي الابلكيشن لاير هو اللي هيتم سيرف الايه الفانكشنز السبورتد في لاير 7. فهتلاقي ان المانيوال بتاع البروتوكول كله بيفيد في لاير 7. معظم استعمالات المود باس بعكس كان اوبن مثلا او البروفي او الايثر كات، معظم استعمالاته مونيتورنج مش كنترول. يعني البروفي باس والكان اوبن والايثر كات بيلموا انبوت اوتبوتس، بيلموا الانبوتس في الريال تايم بالنسبه للبي ال سي، كل سكان سايكل يعمل عليها بروسيسنج ويعمل لها ايه الديسيجن بتاعها، يابديت الاوتبوت وينزل الاوتبوت للكروت اللي موجوده او للديفايسز. كنت بتكلم ديفايس لايك انفرتر او سيرفو موتور او سمارت ترانسميترز او سمارت فالف، الحاجات دي كلها بتبقى يعني بنسبورت سبورتد في البروفي بس انها تتلم وتيجي، سواء بروفي او كان اوبن او ازي. اتفقنا، يمكن انا قلت كلمه ازي قبل كده، قلنا هو فيري سمول فوت برينت بروتوكول بينقل 4 بيت اوف داتا، فال 4 بيت اوف داتا انت ممكن تبص ان هو يعني حاجه صغيره. يعني شفت مكان معمول الفالفات بتاعته ازي، ليه؟ لان الفالف انت بتديله اوبن كوماند وكلوز كوماند، وعندك ريشه انه فولي اوبن وريشه ان هو فولي كلوزد، اتنين ايه كونتاكتس. فبالتالي هو الفالف الواحد 4 نقط، فاكزاكتلي فيتنج للايه للازي اللي هو الاكتويتور سنسور انترفيس. فهو يعني بتقول ان في باسز بتستخدم في الكنترول، باخد الانبوتس اعمل لها بروسيسنج وفي نفس السكان سايكل اقدر ابديت الاوتبوت واسلمها للديفايسز اللي بتكومينيكيت معايا، سواء الديفايسز دي كانت ديفايسز سمارت ديفايسز لايك انفرترز او زي ما بنقول سمارت فالف او داتا من سمارت ترانسميتر او واتيفر او سيرفو موتورز فاير امبليفايرز بتاعتها، او ان انت بتسلم لكروت اوتبوت موجوده على ريموت يونت، والريموت يونت دي بتوصل بالبي ال سي فايا الكوميونيكيشن اللي احنا بنتكلم عليه. ف
فالكوميونيكيشنز دي كلها بتفيت زي ما اتكلمنا يمكن من 4 محاضرات في البدايه خالص. احنا ليه بنتكلم على الكوميونيكيشن في البي ال سي؟ فقلنا ان في اكتر من ابلكيشن، فالمود بس ان جنرال بيفيت في المونيتورنج، يبقى بيتكلم بي ال سي مع شاشه، بي ال سي مع سكادا، الحاجات دي بتبقى انسب شويه للاستعمال بتاع الايه المود بس. لو قارناه مع الموديل الستاندرد بتاعنا الاوبن ستاندرد موديل، هنلاقي زي ما قلنا الفيزيكال هي شنايدر بتشتغل على دول، ولكن الستاندرد سايب اللاير 1 فاضيه. اما الداتا لينك لاير فهي ماستر سليف زي ما اتفقنا، وكل اللايرز اللي في النص مش محتاجها، مش محتاجه افتح سيشن، انا ماستر واللي بحتاجه بقى ايه بتكلم معاه، مفيش راوتينج، لان هي في الاخر ده دايركت لينك على سيريال بس يبقى هو ايه دايركت كونكشن، مفيش ديفايسز في النص، مفيش رواتر، مفيش جريد، مفيش بتاع. فكل النتورك ترانسبورت سيشن برزنتيشن كل ده مش موجود. بعض الحاجات اللي هي في البرزنتيشن يعني حتى ما بنحتاجش انكريبشن في البرزنتيشن مش موجوده خالص، بس بعض الحاجات يمكن هنشوفها في الابلكيشن بتغطي سام نيدز من النيدز دي. طيب الاكزامبلز بتاعت الامبلمنتيشن ممكن تكون بالنسبه للار اس 232. احنا عرفنا ان الار اس 232 بيبقى بوينت تو بوينت، وقلنا الليميتيشن بتاعته ان هو 15 متر، وبالتالي كان دايما بيستعمل في بروجرامينج فعلا، يعني ده التيبيكال يوز بتاعه اللي هو كمبيوتر مع بي ال سي. واتكلمنا على الليميتيشنز بتاعته من 15 ل 20 متر، ممكن ل 30 لو قللت البود ريت. لكن لو انت بتتكلم على حاجه مور اندستريال فبنتكلم على الار اس 485 والار اس 485 قلنا ان هي الاي اي اي هي اللي عاملاها، اللي هو الالكترونيك اندستريز الاينس، اتحاد مصنعي الالكترونيات، ومعاه تيليكومنيكيشن اندستري اسوسيشن. الاثنين دول هم اللي حاطين المواصفه. الاسم العلمي زي ما قلنا هو اي 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 485، اما الاسم التجاري الار اس 485. واتكلمنا على المواصفات بتاعته وقلنا ان هو بيبقى تويستد بير، وقلنا يفضل يبقى تويستد بير، ويفضل انه يكون ترمينيتد، ويفضل ان هو يكون بولارايزد. الار اس 485 بيسمح بظهور نتورك، وهنا واضح ان هو ممكن يبقى بوينت تو بوينت والاكزامبل مره ثانيه البروجرامينج، ولكن هو البروجرامينج على فكره بنحب انه يكون بوينت تو بوينت. ليه؟ يعني في عمليه البرمجه فكره ان الكونكشن ما بين الكمبيوتر وما بين البي ال سي بوينت تو بوينت دي، او بين ديفايس ايا كان، يعني ممكن تكون بتبرمج انفرتر، بتبرمج بروتكشن ريلي، فكره ان انا اكونكت 1 تو 1 بوينت تو بوينت ساعات بتبقى مفضله. بنفضلها ليه؟ لان لو انت داخل على نتورك على مثلا ايتم ميديوم فيه 40 بروتكشن ريلي، وانت عايز تغير البروتكشن سيتنج بتاع الاوفر كارنت بتاع الخليه نمره 14 او 12 مثلا، الخليه 12 دي لو كتبت الادرس غلط 21 ودخلت على ديفايس غلط، يبقى انت كده ايه بتخرب الدنيا. فالاسهل تمشى لغايه قدام الخليه اللي انت عايزها، وايه ودخل الكابل في الديفايس اللي انت عايزه، مالكش دعوه بكوميونيكيشن بس شغال بيعمل مونيتورنج. اتفقنا ان معظم الايه الكوميونيكيشن بس اللي بيبقى مود بس غالبا بيبقى ايه بيبقى مونيتورنج. فبما انه ده بس ولامم ديفايسز كتيره، ابعد عنه، خليك في الايه بروجرامينج سوكت ادخل عليه على طول. معظم الديفايسز بتقبل الاثنين، بتتبرمج من بروجرامينج سوكت وبتتبرمج من البس،
بس فكرة انها one to one ساعات بتبقى أأمن شوية. طب بالنسبة للشكل ده عندي مالتي دروب في هنا بي ام سي شاشة صغيرة الأحمر ده ايه؟ في كالر كودز كده ايه اما تبص عليها يعني هو البي ال سيز اللي لونها احمر او لونها اصفر بتبقى سيفتي بي ال سي فده السيفتي بي ال سي بتاع شنايدر كلهم يا بيستعملوا اللون الاحمر يا اللون الاصفر يعني ما فيش ده لون شبه موحد ويعني هتفتكروا دايما المشروم بتاع الامرجنسي لونه ايه احمر في خلفيه ايه صفراء يعني لازم ورا المشروم في ايه الدايره اللي لونها اصفر بيبقى ده كده اللون الرسمي للايه للمشروم بتاع الامرجنسي فهو حاطط الايه البي ال سي بتاع الامرجنسي حاطط انفرتر حاطط موتور ستارتر ما اعرفش مين ده بصراحه مش عارف الرسم دي بتعبر عن ايه بالظبط لكن الشكل ده ان جنرال معناها ان ممكن يكون في بي ال سي تو بي ال سي كوميونيكيشن بي ال سي تو درايف PLC to motor starter أو PLC to HMI. طب إحنا لسه بنتكلم دلوقتي إن هو is not used for control purpose. هو يعني طبعا ده معظم استعمال المود بس معظم استعمال المود بس بيبقى في الحتة دي. ولكن حتى لو هيستعمل في المونيترينج مونيترينج يعني في سكادا فوق مثلا السكادا عايزة تعرف الحاجات دي. كثير من الأحيان بنفضل نلم الستيتس كلها في PLC واحد والسكادة تنزل تقرأ من PLC الداتا متجمعة يبقى السكادة بدل ما تنزل تلم من PLC الأولاني والإنفرتر والأخ ده الموتور ستارتر وهكذا ساعات بنفضل القصة طيب بنفضل الكلام ده ليه؟ لو حطيت سكادا فوق انت عندك كام ديسبلاي هنا عندك سكادا وعندك ايه وعندك ال HMI تحت مش كده يبقى انت عندك هنا ال HMI بتاعتك وعندك هنقول الكمبيوتر ده هستعمله كايه كسكادا وانسى ده خلاص وده السكادا بتاعتي اما اللي تحت ده فده ال HMI ايه اللي هيحصل الشاشه والسكادا عايزين يعرفوا الانفرتر ده اخباره ايه شغال بسرعه كام صح كويس يبقى ده لوحده لو افترضنا ان ال PLC ده مش موجود كداتا كونسنتريتور الاسم ده بنستعمله كتير داتا كونسنتريتور بيلمها عنده لو افترضنا ان ده مش موجود واشتغلنا بالحاجه اللي ما بنحبهاش قوي ونزلنا على طول هنا اللينك ده السكادا هتنزل تسأل منه الانفرتر سرعتك كام طب وال HMI هي كمان عايزة تسأل الانفرتر سرعتك كام كده بقى عندك كام ماستر على ال 2 ماستر تنفع ما تنفعش يبقى ك Modbus implementation Modbus serial الحل ده مرفوض ده أول مشكلة طب المشكلة التانية هسيب المود بس وهطلع لحاجه احسن شويه كويس حاجه تسمح لي بالمالتيبل ماستر اللي هي مود بس تي سي بي مود بس تي سي بي او ايفن المود بس بلس زمان كان ممكن يسمح بالمالتيبل ماستر ايه اللي هيحصل
الشاشة هتسأل الايه الانفرتر والسكادا هتسأل الانفرتر. ده بنسميه دبل بولينج. دبل بولينج نفس المعلومة اتنين بيسألوا عليها. طب دي مضايقاني في ايه؟ مضايقاني ان most probably الانفرتر بيجيلك يعني till now معظم الانفرترز بتيجي من غير ايثرنت بورت، بتيجي بار اس 485 بورت، وكذلك هتلاقي الليتر هنا ار اس 485. لو افترضنا ايفن ان المجموعه دي كلها ايثرنت يبقى لازم هتحط هنا ايه؟ ايه اللي يحول لك الايثرنت اللي هنا لار اس 485 هنا؟ احنا خدنا الايه؟ الترانسيفر اللي يقدر يجي هنا احطه بحيث ان هو ياخد هنا ايثرنت، يبقى هنحط هنا حرف الاي ايثرنت، بينما هنا ار اس 45. فده كده الترانسيفر بتاعي. ترانسيفر هيربط الايثرنت بالار اس 45. كويس، يبقى الشبكه هنا مود باس دي سي بي، وينفع راندوم اكسس، ممكن اتش ام اي تطلب فتره، ممكن السكادا تطلب فتره، وبعدين الاثنين بيبعتوا الايه لصاحبنا. ده سؤال على الايه؟ على السرعه. انت على الايثرنت الدبل بولينج مش مستحب بس مش فارق. ليه؟ لان انت شغال على 100 ميجا، فانت هتسال على ايه سؤال هياخد 2 وورد بال100 ميجا، يعني انت بتتكلم على 1 مايكرو سكند بالكتير، يعني 1 مايكرو سكند اضربهم في 2 يبقى 2 مايكرو سكند، ما خسرتش كتير. كويس. انما لما بتيجي تنزل هنا الشبكه دي بطيئه، السؤال الواحد ممكن ياخد 100 ملي. كويس. يبقى انت لو الرسمه دي في نقط هنا، لو افترضنا ان انت عندك 10 انفرتر عايز تعرضهم، 10 انفرتر يبقى عدي عليهم 1 2 3 لغايه 10، خدت ثانيه. طب لو ده كمان عايز نفس المعلومه يبقى هيضيع ثانيه على السكادا، علشان هو الدور عليه انه يسال. يبقى بدل ما السكادا تعمل ابديت افري 1 سكند، لان كل سؤال بالرد بتاعه بياخد 100 ملي، فالـ HMI هتاخد دورها تسأل على العشرة انفرترز اللي هنا، وبعدين تسيب الخط السكادا، يبقى دورها تسأل على الايه؟ على العشرة انفرترز. يبقى اللي حصل هنا ان نظرا لان دول هنعتبر ان هم 10 انفرترز، وان المجموعة الـ HMI والسكادا بيسألوا على نفس المعلومات، فبيحصل خسارة في الوقت، وبالتالي بعمل ابديت كل ثانيتين. طب ايه الحل؟ الحل هنا ان احنا نستعمل الداتا كونسنتريتور، ولا الاسكالا تسأل ولا الايه ولا الاتش ام اي تسأل، الاثنين ملهمش دعوة بالبطيء، يسألوا اي حاجة سريعة مش مشكلة، انما لو حاجة بطيئة استعمل معاها داتا كونسنتريتور. يبقى هنتفق كده بيننا وبين بعض الحاجة البطيئة البي ال سي بس هو اللي يسأل عليها. طب والاتش ام اي عايز المعلومة تروح تاخدها من البي ال سي، مش الشبكة بينهم ايثرنت يقعدوا يتسلوا مع بعض. طب والسكادا هتروح تسأل البي ال سي، يبقى برضو هما بينهم وبين بعض ايثرنت فما فيش مشكلة. يبقى فكرة وجود بي ال سي في النص مش معناها قوي، او مش معناها دايركتلي ان البي ال سي ده از يوزد فور كنترول، لان احنا كنا عمالين نتكلم ان المود باس مينلي مستعمل في الايه؟ مستعمل في المونيتورنج. فلما حد بيشوف الرسمه دي يقول لي الله ما انت قلت ان هو مونيتورنج، انت حاطط بي ال سي مع ايه؟ مع انفرتر. لا، كمل الصوره، في اتش ام اي وممكن يكون في سكادا فوق، وبنستعمل الـ PLC في الحالة دي as a data concentrator،
يجمع الداتا. وظيفة التجميع ايه؟ هي حاجة كويسة وحاجة وحشة. حاجة كويسة لو عندك شبكة تحت بطيئة يبقى انت كده منعت الدبل بولينج. مهما كان عدد الحاجات اللي بتحاول تعرض سواء مجموعة HMIs مجموعة IO servers سكادا كله هياخد في الاخر من ايه؟ من نقطة تجميع واحدة. طب عيبها؟ العيب بتاعها ان انت حطيت عفريت في النص في PLC في برنامج. بمعنى ان انت اما بتيجي فاكرين الانتر اوبيرابيليتي والانتر تشينجابيليتي بدام النتورك اشتغلت تبقى انتر اوبيرابل كويس. شلت الانفرتر ده جبت انفرتر براند جديد. اتفقنا ان المود باس يمكن في وقتها اتكلمنا عليها عرضا كده ان هو ما فيهوش حاجة اسمها ديفايس موديل، هو ما بيحققش الانترتشينجابيليتي. وقلنا في الحالة دي كنا عملنا مثال بالباور ميتر، لو زودت عدد الهارمونيكس ودي فيتشر كويسة، بس هتلاقي الادريسيز بتاعت الطيارات والفولت ايه اختلفت. فهنعمل ايه؟ يبقى في الحالة دي التعديل هيبقى هنا كويس. يبقى انت غيرت ديفايس كويس. هتلاقي انه هيسمع معاك في ايه؟ ممكن يسمع معاك في ثلاث حتت، البي ال سي والسكادا والايه والاتش ام اي. طبعا ممكن تكون محظوظ ويبقى التغيير المطلوب في البي ال سي بس، ده لو الداتا اللي جايه بنفس الفورمات مثلا. يعني على سبيل المثال لو قلنا الفريكوانسي لو افترضنا ان هي العادي ان الفريكوانسي بتضرب في 10 حاليا في الانفرترز، يعني 25.4 هرتز بتتبعت لك كام؟ 254 عشان تتبعت as integer، لان المود بس كان ديزاين فور وورد اللي هو الانتجر، فبيضرب الفريكوانسي في 10. نفرض ان انت جبت موديل جديد بيضرب في 100 علشان يجيب لك الرقم الثاني بعد العلامه العشريه، او يقول لك لا ده انا هبعتها لك ريال. ريال يبقى خدت ايه 32 وورد، يبقى بوظت لك ترتيب الايه الادريسيز، فهتضطر تغير مكانها جوه البي ال سي في حته ثانيه خالص، وبالتالي هتروح للاتش ام اي والسكادا تقول لهم مكان السرعه او الفريكوانسي اتغير. لكن لو افترضنا ان هو جاست مكان الفريكوانسي هنا اتغير، ولكن هي ستيل هي نفس الفريكوانسي اللي هي مضروبه في 10، انا بس غيرت الموديل، فبدل ما هو كان ادرس 8025 بقى مش عارف 9200 كويس، هتروح تغيرها هنا والاثنين دول هيستنوها في نفس المكان في البي ال سي. يبقى برنامج البي ال سي هياخد من مصدر مختلف كادرس، ولكن هيخزن في نفس المخزن جوه البي ال سي. لكن ممكن تكون سيء الحظ ان المخزن ده ما ينفعش ياخد الداتا الجديده، لان الداتا القديمه كانت سنجل وورد، الداتا الجديده دبل وورد، فبالتالي بتضطر ايه تسكنها في حته ثانيه. يبقى فكره الداتا كونسنتريتور بنستعملها كتير. لتحقيق احسن افشنسي للتعامل مع الشبكات البطيئه، زي ما بنقول بتمنعنا، بنقول ان هي بتمنع الترانسبيرنسي بتاعت الشبكه. الشبكه ما بقتش ترانسبيرنت. تفرق معايا في ايه؟ لو افترضنا الكمبيوتر الظريف ده عليه سوفت وير بيبرمج الانفرتر، وهنتنازل عن الحذر بتاعنا وعايز ابرمج الانفرتر السوفت وير بتاعه، او لو بروتكشن ريلي عايز اجيب الويف فورم بتاعت الايه اخر فولت، ودي بتبقى متخزنه وبتعمل لها ريتريفال بالسوفت وير بتاع البروتكشن ريلي. الكلام ده عشان تعمله لازم يكون في دايركت كونكشن من السكادا للايه للديفايس بتاعك من غير داتا كونسنتريتور.
ليه؟ لان الداتا كونسنتريتور ما بيشوفش غير الحاجه اللي انت طالبها منه اللي هي زي ما بنقول مثلا سرعه وستيتس. طب انا عايز اشوف الويف فورم كابتشر، ما يعرفهاش كويس. فيفضل في الحاله دي ان تكون الشبكه كلها ايثرنت. نرجع بقى للايه للسوليوشن الثاني، يبقى الحل المور ترانسبيرنت ان انت تشيل ده وتشيل ده. لو رجعت في الوضع ده السكادا في الحاله دي من حقها تقرا اذا كنت عامل حاجات داتا كونسنتريتور اهلا وسهلا، بس عايز تاكسس ده دايركت موجود. مش عايز تستعمل الداتا كونسنتريتور وعايز كل ثانيه تنزل توجع من دماغك وتجيب الداتا من الايه من الانفرتر، اوكي. عايز تخلي ده اللي يجيبها كل ثانيه وانت تقرا من الدي ال سي وما تحتاج تبرمجه بس تاكسس، اوكي. فكره ان الشبكه ترانسبيرنت ان انت تقدر تعمل بينج من النود اللي فوق اللي هي السكادا نود الى اي نود تانية، ان انت من النود اللي فوق دي تقدر تبينج الادرس ده وتبينج الادرس ده، طبعا بتبقى يوسفل في حاجات كتير لو تقدر تستعملها. بس احنا اتفقنا قبل كده ان انت لو عملت كل حاجة ايثرنت ايه المشكلة بتاعتها؟ لو كل حاجة بقت ايثرنت مشكلتها فلوس. الانفرتر اللي بيكومينيكيت ايثرنت، لو بتتكلم على انفرتر 2 كيلو وات مثلا ولا حاجة هتلاقي سعره تقريبا اتضرب في 2. لو الانفرتر 2 كيلو وات هتلاقي سعره اتضرب في 2. طب لو انفرتر 100 كيلو وات سعره مش هيتأثر تقريبا يعني. ليه؟ الانفرتر مثلا سايب 3000 جنيه كارتة الكوميونيكيشن ب 3000، ده الصغير. لما تخش في الرينج بتاع ال 100 كيلو هتلاقي الانفرتر فوق 80000 جنيه. لما تزود عليهم 3 الراجل هيديها لك كادو يعني 80. انت اشتريت ب 80000 جنيه جت على 3000 جنيه دول يا عم ديسكاونت كويس. فهتلاقي ان الريشيو بتاع سعر كارت الكوميونيكيشن للانفرتر، مين هنا باور الكترونكس؟ مش هو باور الكترونكس، مفيش كويس. الانفرتر اغلى حاجه فيه اللي هي الباور اليمنتس اللي هي الاي جي بي تيز بتاعته كويس. فهي يعني في الاخر كارتة الباور هي بتبقى اغلى حاجه، هي دي اللي بتزيد سعرها مع السايز. كارتة الكنترول، كنترول حتى مش الايه مش الكوميونيكيشن، كارتة الكنترول بتاعه الانفرتر ال100 كيلو هي نفس الكارتة بتاعه الكنترول بتاعه الانفرتر ال2 كيلو. 2 كيلو زي 3 كيلو، هو ايه نفس الفيتشرز نفس البرنامج كويس. الباور الكترونكس بس بارت هي اللي بتزيد، اللي بيزيد الاي جي بي تيز والايه وحجم المكثفات بتاعه الدي سي لينك. يبقى دول الحاجات اللي بتزيد فعلا. فبالنسبه لنا احنا كمان لو انا عايز اشغله ايثرنت يبقى كارت الكوميونيكيشن هيزيد. فكارت الكوميونيكيشن هنا فيكسد كوست زي الكنترول، كارت الكنترول. فاما بتيجي تقول فيكسد كوست تزوده على حاجه كبيره لا هاتها يعني، هتسائل عليك والحاجات دي بيبقى فيها وجع دماغ كتير، فهاتها وهاتها ايثرنت وخلاص. طيب زي ما اتكلمنا الشبكه عندنا بتبقى ماستر سليف. بينصح لو الماستر هو اللي هيعمل بولاريزيشن تحطه في نص الباس، يعني بولاريزنج فولتج يكون في نص الباس. واتكلمنا قبل كده على الريبيترز، قلنا لو الشبكه طولت هنقدر من ايه نزود المسافه بتاعتها بريبيترز. واتكلمنا احنا قبل كده على التو وايرز، وزي ما احنا شايفين التو واير هنا حاطط الايه الجزء اللي في النص اللي هو البولارايزنج ده حاطه تقريبا في النص، وفي الاخر حاطط الايه حاطط التمريتنج ريزيستنس. كل الحاجات دي احنا تعرضنا لها قبل كده في الـ RS485 فهسكيبت.
جزء هنا مالوش علاقة بالستاندرد، ده ليه علاقة بشنايدر. ولكن في البرزنتيشن بتاعنا الكلام المحاضرة الجاية ان شاء الله ما نيجي نتكلم على الكان اوبن والبروفي باس، هتلاقي ما بيجي نتكلم على الفيزيكال لاير هنتكلم على الكونكتور. فبالمثل يعني هنقول المود باس كمان هو الكونكتورز اللي مستعملة مش اللي امبلايد بالستاندرد. فالسكرو تيرمينال اللي هي الترميلة العادية اللي هي بتدخل سلك وتربط عليه بالايه بمسمار، ده اول واحد. الار جي 45 كونكتور، الار جي 45 ده بتاع ايه؟ ده السوكت بتاع الايثرنت، السوكت بتاع الايثرنت اللي بيبقى موجود في الكمبيوتر ده، ده بيستعمل في المود بس ار اس 45. بيستعمل. طب ازاي يعني؟ ده الخدعه الكبيره اللي سعادتك بتيجي ايه تبص على الانفرترات بتاع شنايدر، تبص عليها تلاقي ار جي 45 حلو كده، تقول والله ده كويس، ده سعره كويس وفي ايثرنت. لا، هو سعره كويس وما فيهوش ايثرنت، هو فيه سوكت شكل سوكت الايثرنت. طب هم عاملين الحكايه دي ليه؟ هو في الاخر الاوبجكتيف دايما ان هو يحاول يعني قدر المستطاع يعني يوفر عليك العده. فانت معظم الناس بالنسبه لاعمال التركيبات لازم هيبقى فيه مد لكابلات ايثرنت، فدايما هتلاقي فيه قراجه في السايت. فيبقى انت ممكن تعمل ايه؟ كابل ليه هيد ار جي بسهوله، او تجيب كابل ايثرنت وتقصه. فبالتالي في هنا نوع من السهوله ان انت ايه تستعمل الار جي 45. طيب السب دي والام 12 حد عارفهم؟ مش كواكسيال قوي، وانا للاسف معيش غير حد معلم. في باور الكترونكس هنا اهو، ده السب دي 9 بين كونكتور. اللي كتير من الناس بتتلخبط بينه وبين الفيجا، انت عندك السوكت الفيجا نفس الشكل، بس سوكت الفيجا 3 صفوف كل صف 5 بين، يبقى التوتال 15 بين. اما السب دي فهو 9 بين 5 و 4. دي في كمبيوترات قديمه زي دي اللي معايا سيريز الام كلها بيسموها ايه؟ ام ورقم، بتلاقيها عامله كده فيها نوتش وفيها مجموعه ايه؟ بنات. كويس؟ ف يعني لو كويس، هو هنا جايب الار جي بس حاول أجيب. طبعا الار جي احنا عارفينه فده مش محتاج. ممكن احاول اجيب لك الام، اعتقد هلاقيه في الكان اوبن. مش تفرق كتير دلوقتي. الام 12 ده الاستخدامات الشائعة ليه السنسورز، هتلاقي البروكسيمتي بيبقى ام 8 كويس، بتبقى عدد البنات والسايز مختلف، فبتلاقي ان هو ليه ستاندر. الام 8 ده بيبقى 4 بنس كويس. الحاجات اللي هي الام بتبقى الميزة بتاعتها هي بتديك اي بي اعلى شويه، لانها بتخش وبتلف
لفه صغيره في الاخر للغطا هو اللي بيلف، لكن التجنات طبعا استحاله تلف، فدي بتبقى مناسبه للحاجات اللي فيها ايه يعني خوف من الاي بي. طيب يبقى احنا عندنا الاشكال بتاعه البلاجات الار جي والعاديه. طب الار جي احنا اتفقنا هو 8 بينز. شنايدر بتستعمل برضو، برجع تاني اقول ده شنايدر، لان احنا اتفقنا المود بس مش حاطط اي مواصفه للايه للفيزيكال لاج. ف شنايدر التو لاينز بتوع الار اس 45 بتستعمل الاثنين بين اللي في النص، هما دول الاي والبي ديفرنشال، يعني تشيل اول ثلاثه من فوق وتشيل الثلاثه اللي تحت، الاثنين اللي في النص دول هما الاي والبي بتوعك. وعندك اخر واحده بتبقى الزيرو فولت، اللي هو اتفقنا ان احنا ممكن بنوحد ارضي الايه الديفايسز مع بعض. طيب في حته بيبقى فيها حذر شويه اللي هي الخمسة فولت سبلاي في بعض الحاجات، البي ال سي بالذات سوكت الار جي بتاعه ساعات بيبقى فيه خمسة فولت. ليه؟ ممكن يبقى فيه شاشه صغيره بتركب بتاخد السبلاي بتاعها من البورت ده، كويس، فيبقى انت كده خدت السبلاي ايه سرقه كده من السي بي يو. ليه بقول عايز احذر؟ عشان لو انت بتفصل كابل، لو شردت على الاثنين دول بتبقى شردت على باور سبلاي سيركت جوه السي بي يو بتاعك، فدي بتبقى عايزه حذر. فانا بفضل اتعامل مع حاجات ما فيهاش الايه الاوبشن الظريف ده، يعني 5 فولت اجيبها من اي حته ثانيه. طيب زي ما قلنا الماستر سليف هو 1 ماستر بس كونكتد، والماستر هو اللي كان شيت مود بس ترانزاكشن 1 ات ا تايم. بالنسبه للداتا لينك لاير بنقول ان هي ماستر سليف ماستر سليف، و ما اتكلمش هنا على الستارت بيت والستوب بيتس، دول بيبقوا غالبا امبليسيت، واحنا اتفقنا ان احنا بيبقى عندنا ستارت بيت وستوب بيت، وبيبقى في باريتي اقدر اتشيك بيها على الايه على افري بايت، فده غالبا بيبقى موجود. ولكن المود باس برضو سايب الحته دي فري، وبالتالي ممكن انت تختار نو باريتي. حد يقفل لنا الموسيقى الجميله دي بس عشان عندنا نوع مين؟ نوعين من تبادل المعلومات في المود بس، نوع بنسميه يونيكاست ونوع بنسميه برودكاست. اليونيكاست ان الماستر بيكلم ديفايس واحد يونيك، اما البرودكاست برود يعني واسع، فهو بيحاول يكلم الشبكه كلها. فبالنسبه لليونيكاست الماستر بيكلم سليف 1، سليف 1 يرد عليه، بعد كده يكلم سليف 2، سليف 2 يرد عليه. طبعا يعني الهدف هنا ان ما اقدرش ان انا اكلم اثنين في نفس الوقت، انا بكلم واحد واخلص معاه وبعدين بكلم اثنين واخلص معاه. ممكن تكلم واحد ويرد عليك وبعدين تساله على حاجه ثانيه ويرد عليك، وبعدين تسال ان وبعدين يرد عليك، وبعدين تسال 2 ويرد عليك. مفيش اجبار يعني ان بعد 1 تاخد 2، لكن الاوبجكتيف بس ان احنا نستريس ان اليونيكاست معناه ان انا بتارجت واحد بس، اما يرد عليا وخلص الريكوست او اما ما يردش وعدي التايم اوت ابتدي ايه اتارجت اللي بعده. اما البرودكاست مسج، فالبرودكاست بنستعملها بان انا انده على ادرس زيرو. احنا اتفقنا ان السليفز عندنا بيبقى ليها ادرس، فلو بعت مسج لادرس زيرو كل اللي موجودين على النتورك هيلتزموا بيها. طيب البرودكاست في نقطه ظريفه،
ينفع اعمل ريد ريكويست لبرودكاست مسج؟ يعني انا عايز اعرف الستيتس بتاعت 10 انفرتر. ما انا عايز اعرف الستيتس كلها ستيتس. فممكن ابعت ريكويست كده بادرس زيرو هات لي الستيتس؟ لا. ليه؟ هو انا كاتب هنا ان هو مش هيرد، بس انسى المعلومه دي. هو مش هينفع. ليه؟ لان النقطه اللي قبل حتى ما مين هيرد، الاكسس هنا ميديا اكسس، نتكلم على لاير 2 بروبلم. الميديا اكسس هنا ماستر سليف، فكل واحد بيجي له سؤال بيفترض بديهه ان هو من حقه يتكلم. فمعنى كده ان العشرة سليفز وارد ان هم يتكلموا مع بعض. ممكن واحد يتاخر 1 ملي، واحد يتاخر 2 ملي، على حسب كل واحد والبروسيسور بتاعه وسرعته، كويس. لكن في الاخر اذا كانت المسج على الاقل هتاخد لها 10 ملي سكند على الباص، فاكيد هيحصل كوليجن. والظريف في الموضوع ان دول مش راندوم اكسس، وبالتالي هو بيتكلم وما بيسمعش اصلا، فهو عمل اللي عليه وخلص، كويس. وطبعا الماستر مش هيفهم حاجه. فبالتالي فكره ان انا اعمل ريد ريكويست ببرودكاست ما تنفعش، لان معنى كده ان انا بدي الرايت لكل السليفز ان هم ياكسسوا الباص مره واحده، ما تنفعش. يبقى فكره ريد ملغيه. يبقى اللي مسموح بيه رايت. الطبيعي في الرايت ان انا لما بعمل عمليه رايت السليف يقول لي اوكي تمام وصلت، حتى دي ممنوع، كويس، لنفس السبب. لان لو كل واحد جه يقول لي تمام مش هسمع حاجه، فبالتالي هو بيبقى اوردر في اتجاه واحد بس. يبقى البرودكاست مسج ده هيطلع مسج واحده تكلم كل السليفز مره واحده. بالنسبه لنا البرودكاست ستيج ده يعني تشوف بقى الريسبونس كده. دي تجربه ساعات كنا بنعملها الحقيقه، بنجيب سيلسكوب ونبتدي نتفرج على على الداتا. بس هنا السيلسكوب هيعرض لك دي، بس هيعرض لك هيعرض لك ايه اللي على الفيزيكال لاين. فانت شايف هنا شويه شخبطه. فهنا بنتكلم على الفيزيكال لاين. بنقول الفيزيكال لاين بنفترض ان في يونيكاست ريكويست. فاليونيكاست ريكويست ده طالب داتا من ادرس 1. الرسمه مش باينه عند الشغل للاسف، لكن هو واضح هنا من الفيزيكال لاين عليه ريكويست جاي من الماستر. بما انه يونيكاست ومطلوب من ادرس 1 اللي يرد، يبقى بعد زمن معين هيجي رد من الريسبونس اللي هو سليف 1. يبقى عندك ريكويست وعندك ريسبونس. اما ده فجست الريكوست بيحصل بروسيسنج زي ما قلنا. يعني الريكوست لما بيجي ما بيبقاش فيه انتربت للبروسيسور في معظم الاوقات. انا بجمعه وبعدين لما بخلص كان سايكل كبروسيسور سليف 1 ابتدي اجهز الداتا المطلوبه وبعدين ابتدي ابعتها. فبيبقى فيه الويت اللي هو الوقت. طيب بالنسبه لفينا هنا، في هنا برضو المستقبل الريسبونس، يبقى في وقت ضاع في الماستر نفسه وبعدين طلع برودكاست. البرودكاست ده بيكلم الناس كلها. طيب هل حد رد؟ ما حدش رد، يبقى انا طلعت البرودكاست ما حدش بيرد عني. انا بس بستنى الوقت الكافي للاطمئنان ان الداتا وصلت لكل كل واحد عمل البروسيسنج بتاعه، وبعدين بقدر اطلع ريكويست تاني. الريكويست ده طلع لسليف نمبر ان. الريكويست طلع هنا، الريكويست ده ما تردش عليه، سليف ان ما كانش افيلبل،
فما ردش فبستنى الايه الماكسيمم تايم اوت وبدي الايرور بتاعي. يبقى انا عندي اليونيكاست والبرودكاست ممكن اقعد ابدل بينهم عادي ما فيش مشكله، ولكن الطبيعي بتاعنا احنا اتفقنا ان البرودكاست الاكزامبل المشهور بتاعه ايه اللي الكلوك بالظبط. كلوك غالبا بحتاج ابعتها مره في الدقيقه كويس، فانت متوقع اذا كنت بتبعت 10 ريكويست في الثانيه يبقى كل 600 ريكويست تقريبا هيجي لك ايه واحد بس برودكاست. المود بس ليه 2 امبلمنتيشن، واحده انقرضت اللي هي الاسكي، الار تي يو هي اللي احنا شغالين بيها. الار تي يو بنشتغل زي ما قلنا حتى الباريتي المود بس سايبها فري، ممكن تستعمل ايفن ممكن اود ممكن نو باريتي. البايتس بتاعتك بيبقى البايت دايما بنقول البايت في الكوميونيكيشن مش 8 بت، عندك 1 بايت ستارت 1 اور 2 بايت ستوب 1 الباريتي وال8 الداتا. ف ده كده التقسيمه بتاعتك. وعلى فكره المود بس بيشتغل ب7 داتا بت بس، برضو ده شنايدر عملت دروب، ومش شنايدر بس يعني معظم الناس شغاله دلوقتي بالستاندرد ده. الكلام ده يعني بقاله مور ذان 15 ييرز، يعني الحاجات السبع بيتس دي ما شفتهاش غير في حاجات قديمه قوي بتتفور وبتترمي، فيعني دي اللي يعني تلاقي فيها حاجات زي كده. لكن الطبيعي بتاعنا ان بنقول الكوميونيكيشن البايت بتكلفنا 11 بت 8 داتا، واحده ستارت واحده ستوب واحده باريتي. طب انا عايز نو باريتي، لو بتستعمل نو باريتي حط 2 ستوب بت يبقى برضو التوتال 11، يبقى حتى لو مش استعمل الايه الباريتي هي برضو 11 بت. طيب بالنسبه للار تي يو بنقول ان بنبتدي بمين الليست سيجنيفيكانت بت سنت فيرست، الليست بيتبعت الاول، دي حته انت ما بتشوفهاش الا بالاوسيلوسكوب. يعني البايت لما بتيجي تبعتها بيبعت الليست سيجنيفيكانت بيت الاول ويبتدي ايه اللي هو بيت 0 وبعدين بيت 1 ده اللي ايه على الكلام ده بيتبعت ازاي. انا عندي البايت متخزنه في مكان واحد في ريجستر واحد عند السندر، عايز ابعتها بيت ورا بيت استعمل ايه حاجه خدتوها في سنه ثانيه شيفت ريجستر كويس. شيفت ريجستر، شيفت ريجستر ايه يطلع بيت بيت، فبيطلع بيت 0 الاول ولا بيت 8 على حسب انت بتعمل شيفت ليفت ولا شيفت رايت اوكي. فتنفع كده وتنفع كده، بس هو لازم الريسيفر والسندر يتفقوا على حاجه واحده، بحيث ان هو لو السندر بيبعت بيت 0 الاول يبقى التاني يسكنها في مكانها، يحطها الاول في بيت 7 وبعدين لما يجي له البيت اللي بعديها يحط البيت الجديده في 7 وياخد 7 يحطها في 6 وبعدين يقوم ايه متحرك بيت كمان متحرك بيت وهكذا. يبقى العمليه كلها ايه احنا بنحاول نوفق الاثنين مع بعض، يبقى الريسيفر بتاعك والسندر لازم يكونوا بنفس الايه الترتيب. طيب المسج بقى على بعضها بتتكون من ايه؟ بتتكون من اول حاجه اند على السليف بتاعك. يبقى انا اول حاجه في 1 بايت ديديكيتد للسليف نمبر، 1 بايت معناها ان السليف نمبر ما ينفعش يكون غير رقم من 0 الى 255، واتفقنا ان الصفر ده محجوز لعمليه خاصه اللي هي الايه البرودكاست، فيبقى السليفز كارقام مسموح لك من 1 ل 255. البايت اللي بعديها هي الفانكشن، فانكشن كود اللي هو قلنا هتجيبها من الايه المانيوال بتاع المود بس اللي تقدر تنزله. فالفانكشن كود ليها 1 بايت، يبقى برضو ماكسيمم عندك 256 نوع من الفانكشنز، بس هم اقل من كده. لما تيجي تبص على المانيوالز قلنا ان الاعداد الموجوده اراوند حاجه 30، اللي بيستعملوا كثيرا 3 4 6 16، في ناس بتستعمل 23، يبقى انت كده بتتكلم على 4 او 5 هم اللي دومينت. تبعا للفانكشن اللي انت هتستعملها في شويه داتا هيتبعت،
وبعدين في ايرور تشيك بيبقى 2 بايت اللي هو بنسميه سي ار سي 16. طيب المسج لما بتبعتها ما ينفعش ان انت يعني لنفرض ان انت بعت مسج لسليف فاضي ما وراهوش حاجه ما ينفعش انستنتينيوسلي يرد، لازم المسج تو مسج يبقى فيه اتليست 3.5 كاركتر سايلنس. الكاركتر اللي هو الايه 8 بت اللي بياخده 11 بت كوميونيكيشن تايم، يبقى تضرب الرقم ده في 3.5 يبقى ده كده ايه اقل مسافه ما بين فريم وفريم، ممكن تزيد ممكن تزيد لكن المينيمم 3.5. حتى لو واحد الرد بتاعه جاهز، احنا قلنا الـ لو افترضنا ان احنا شغالين ب 10 كيلو 10 كيلو اللي هي 9600 تقريبا، يبقى الحرف الواحد 0.1 ملي سكند، يبقى بالتالي الواحد 3.1 ملي سكند، يبقى الكاركتر اراوند 1 ملي سكند، يبقى انت مينيمم عندك 3.5 ملي سكند ضايعين ويتنج، وبيضيع اكتر منهم الحقيقه لان موست بروبلي السليب بتاعك مش قاعد فضيلك، فغالبا بتتحقق اوتوماتيك. طيب يبقى الفريم على بعضه عندي الستار وعندي الادرس 8 بت اللي هو بايت الفانكشن الداتا التشيك سام 16 بت والاند اكتر من 3.5 بت 3.5 كاركتر. طيب ناخد اكزامبل واحد على البابليك فانكشنز. المود بس عنده 127 ديفرنت فانكشن كودز ديفايدد انتو تو جروبس، احنا بنستعمل البابليك بس، هم دول اللي بقول ان هم كومن، اليوزر ديفايند باسمها، هي مش موجوده في الايه في الستاندر لانها يوزر ايه يوزر ديفايند، فبالنسبه للبابليك بنقول انها ديفايند وجارانتيد تو بي يونيك، واللي بهندلها المود بس .org. ادي الليسته بتاعتها، الحاجات المهمه عندنا بنستعمل ساعات بنستعمل الحاجات السنجل دي اللي هي ريد كويل ورايت سنجل كويل ورايت مالتيبل كويلز، وبنستعمل 3 و4 و6 و16 بعديهم 23 دول مجموعه. نرجع تاني لبدايه كلامنا، احنا قلنا اما تيجي تبص على بروتوكول بص هو كان معمول ليه، قلنا ان هو كان معمول عشان تمونيتور بي ال سي، فهتلاقي الفانكشنز اللي عندك ريد ايه ديسكريت انبوت ودي فانكشن 2، ريد كويل كويل اللي هو ديسكريت اوتبوت يبقى ديجيتال اوتبوت ده فانكشن 1، رايت سنجل كويل يعني غير الاوتبوت بقى، لما انت رايت يبقى انت الاوتبوت ده هتعمل له فورس فده فانكشن 5، رايت مالتيبل كويلز انا عايز رايت 3 كويلز عايز اجرب الكارت كله طلعه لي اون شوفه هينور ولا لا طلعه لي اوف، رايت او ريد انبوت ريجستر، الريجستر انبوت ريجستر يبقى انبوت بس مش بالتايه انبوت وورد يبقى ده انالوج انبوت بعمل له ريد، ريد هولدنج ريجستر مش انبوت هولدنج هولدنج يعني حاجه معمول لها هولد في الميموري فده ام دبليو يبقى اللي فوق انبوت ريجستر ده اللي هو اي دبليو اما ده في هولدنج ريجستر اللي هو الام دبليو، يبقى كل الفانكشنز الموتيفيشن بتاعها في الاخر هو ان انت كونكتد على بي ال سي وعايز تعمل جدول بيعمل لك الانيميشن لمجموعه ادريسيز سيلكتد. لو بصينا على الريد كويل بيتعمل ازاي، الريد كويل بتبقى المسج حاجه بالمنظر ده 11 01 00 13 00 25 00 84، دي مود باس ريكوست. بفسرها ازاي، اول بايت السليف ادرس زي ما اتكلمنا فده سليف ادرس 17 ومعظم الكوميونيكيشن بنتكلم على هيكسا ديسيمال، فالواحد واحد بص تحت هتلاقي فيه اي فالواحد واحد ده يبقى 16 واحد يبقى ادرس
17 يبقى ده ادرس 17. طب الفانكشن فانكشن واحد هنا ده فانكشن واحد ده ريد كويل يبقى ريد بيرسنت كيو ريد حاله اوتبوت يبقى انا عايز اشوف بعرفها منين برجع للجدول بتاعي اللي هو المجموعه دي اللي هي البيت اكسس هتلاقي فانكشن واحد ريد كويل بعمل ايه بعد كده بقول له رقم الاوتبوت بتاعي رقمه كام فالرقم 0013 اللي هو كويل 19 ستارتنج كويل 19 ديسيبل كويس بعد كده بديله نمبر اوف كويلز ريكويستد هو ده ريد مالتيبل كويلز وما حدش بيريد كويل واحد انا ببقى زي ما قلنا بنعمل جدول انيميشن فبقول له انا عايز الجدول ده ستارتنج من ادرس 19 بلانس 2 5 2 في 16 ب 32 و 5 37 يبقى هيجيب لك جدول بحاله 37 نقطه كبتس طيب بعد ما بتكون الريكوست ده لازم تكون السي ار سي وقلنا السي ار سي حسبه ما بيها اورنج وشيفتنج فملناش دعوه بيها هنعرف انها موجوده بس الريسبونس بيبقى شكله ايه الريسبونس اول حاجه مش موجوده هنا دلوقتي لسه قايلينها ان لازم يكون متاخر اتليست 3 ثواني ونص سوري مش 3 ونص كاركتر تاني حاجه لازم يفولو الستاندرد اول حاجه يقول انا مين يبقى زي ما الماستر اول حاجه قال يا فلان اللي هو السليف نمبر لازم السليف وهو بيرد يقول انا مين فيبقى اول حاجه برده السليف نمبر وطبعا اخر حاجه برده لازم تكون الايه السي ار سي تاني حاجه برده موحده انا مين وبرد على فانكشن كام يبقى الفانكشن هي كانت كام كانت الفانكشن نمبر 1 في الريكوست هتلاقيها برضو هنا فانكشن نمبر 1 طيب بعد كده ببتدي اقول انا هبعت لك داتا قد ايه فانا هنا كان مطلوب مني كام 37 بت مش كده 37 بت 37 بت دول يجوا على قد ايه 37 بت consumes 4 بايت 4 في 8 ب 32 وايه وخمسه سايبين اوكي طيب ما عنديش حاجه اسمها ابعت نص بايت مش موجود فلازم يكمل بايه بصفار فبحط هنا عدد الداتا بايتس اللي مبعوته وابتدي ارصهم ادي هنا بايت 2 3 4 5 يبقى الايه الحاله بتاعت سوري اسف بايت كلها على بعض 2 3 4 5 وبعدين الايه السي ار سي يبقى كل واحد من دول بايت وفي الاخر السي ار سي ده الوحيد المكتوب هنا ك2 بايت يبقى في الاخر الاوبجكتيف بتاع المود باس هنبص لي بالنسبه للمود باس فقط الستاندردز اللي موجوده فعلا عباره عن جاست كتاب الشفره بتاعته لما تشوف ده تفسره ازاي ليه لانه مش حاطط كونديشنز على لاير 1 ولا اي لاير تاني كويس ولا لاير 2 ولا هو جاست كلمتين في الاول ان هو ماستر سليف وخلاص كويس كل اللي بيفسره لك في المانيوالز بتاعته لما تشوف فانكشن 1 اللي بعديها بيعبر عن ايه خد بالك ان في التكوينه الجنرال بتاعتنا اللي لما جينا نتكلم هنا الريكوست العام اللي هو قلنا موحد سواء في سؤال او في ريبلاي ادرس موحد في سؤال او في ريبلاي فانكشن موحد في سؤال او في ريبلاي سي ار سي كلمه داتا هنا مش معناها ريدنج الداتا هي داتا متعلقه بالفانكشن في الريكوست ممكن تكون داتا بتحدد الايه انت عايز ايه بالظبط يعني مثلا في الريكوست الداتا هي المجموعه دي اللي هي بتحدد لك الستارتنج كويل نمبر والايه
وعدد الكويلز اللي انت عايزها. دول بالنسبه لي اللي في الجنرال فريم بنسميهم الداتا بتاعه الريكوست. طب والداتا بتاعه الريبلاي فيها عدد البايتس اللي هبعتهم وبعدين الاكتوال ستيتس بتاعه البايت. معنى كده ان دايما الريكوست في داتا ما بتعبرش عن حاله البي ال سي او مش ريليتد، ده مجرد اعداد وستارتنج ادرس. لا ليه؟ لان انا دلوقتي بتكلم على ريد، لكن لو انا بتكلم على رايت فالماستر هيبعت للبي ال سي، هيبعت له ايه؟ سوري، الماستر اللي هو الماستر بالنسبه لنا احنا اتفقنا ان هو كمبيوتر بيتكلم البي ال سي، هيعمل له رايت، هيقول له ادرس كذا يبقى كذا، ادرس كذا يبقى كذا. فيبقى هنا الداتا فلو الارقام دي مش هتظهر في الريبلاي، هتظهر في الايه؟ في الريكوست. يبقى ارقام انا بحاول اغير فاليو. فوانا ببعت الريكوست بقول له انا I am requesting ان ادرس اكس يبقى بقيمه واي، يبقى انا هبعت الاثنين، هبعت الادرس وهبعت الفاليو. فمحدش يفتكر ان الفاليوز دايما هتيجي في الريبلاي، الفاليو ممكن تيجي في الريكوست او في الريبلاي على حسب هو ريد ولا رايت. لو ريد انا مش عارف فانا بدي لك ادرس وانت اللي تديني الفاليو، لكن رايت انا بدي لك ادرس وبدي لك الفاليو اللي تكتبها فيه وانت بس تقول لي تمام. يبقى هنا ايه؟ على حسب النوع. كلمه values غير كلمه data، لان كلمه data دي كانت بتضايق ناس. خد بالك ان كلمه data هنا لا تعني values، data هنا هي مجرد حاجات بتتعلق بالايه؟ بالfunction، قد تكون values وقد تكون addresses. نكمل المره الجايه ان شاء الله.